صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية السيد سعيد بن سالم. صباح الخير، شكرا لتلبية دعوة القناة الأولى. شكرا على الاستضافة. نحييكم في البداية على الجهود التي تبذلونها في هذه الظروف الحساسة. قطاع التربية الوطنية تعرض مرة بظروف صعبة خلال هذه الجائحة، يفصلنا الآن أسبوعا تحديدا عن موعد الدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي الذي يأتي في ظرف استثنائي تفرضه جائحة كورونا كسائر دول العالم، ولو أن الجزائر أفضل بكثير من عديد الدول. ما هي آخر الاستعدادات لإنجاح الدخول المدرسي سيدي الكريم؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد العمل الجبار الذي قامت به وزارة التربية الوطنية في إنهاء الموسم الدراسي والترتيبات الاستثنائية التي أخذتها على عاتقها، وكذا بعد الإجراءات التنظيمية والوقائية والاحترازية التي قامت بها لتنظيم الامتحانات المدرسية والنجاح في تنظيمها، يأتي الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل تفشي جائحة كورونا. وسعيا لإنجاح هذا الدخول المدرسي تبنت وزارة التربية الوطنية نموذجا استثنائيا، وأخذت على عاتقها ترتيبات استثنائية وتحضيرات استثنائية أكثر من الحالات العادية لإنجاح الدخول المدرسي. هل تم حسم السيناريوهات لتدبير عملية الدخول المدرسي المقبل في أفضل الأحوال مع ضمان استمرارية بيداغوجية سيد الكريم؟ نعم، في ظل هذه الجائحة فقامت وزارة التربية الوطنية بإعداد بروتوكول صحي وقائي خاص بالتمدرس على غرار البروتوكولات الصحية السابقة الخاصة بإجراء الامتحانات، وقامت بعرض هذا البروتوكول الصحي على اللجنة العلمية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وصادقت عليه، وكان مقرونا مع التنظيم الاستثنائي لتمدرس التلاميذ والمخططات المفضلة لتمدرس التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائي والمتوسط والثانوي. هذه التنظيمات التي عرضت كذلك على الشركاء الاجتماعيين سواء نقابات أو أولياء جمعيات أولياء التلاميذ، وكانت فرصة للتشاور وأخذ القرار المناسب لكيفية تنظيم هذا التمدرس. وفي تم إرسال هذه التنظيمات الاستثنائية للمؤسسات، وتعتمد أساسا على التدريس بالتفويج والتناوب. ومع يعني مبدأ، وهو مبدأ أساسي، وهو احترام الحجم الساعي بالنسبة للأستاذ. بالنسبة للأفواج، ما هو العدد المحدد في كل فوج؟ وهل يمكن الذهاب إلى، هل هو فوجين أم يمكن الذهاب إلى ثلاثة أفواج حسب القسم الواحد، أم يترك المجال المفتوح للاجتهاد أمام مدراء المؤسسة التربوية؟ طبعا المبدأ الأساسي هو التفويج، وقلنا أن حسب توصيات اللجنة العلمية أن التفويج يكون الفوج الفرعي بمعدل 20 تلميذا في الفوج. معناها أن مجموعة الأفواج التربوية المتواجدة في مؤسسة تربوية تفوج إلى فوجين، وإذا كانت هناك بعض المؤسسات حيث يتواجد أفواج تربوية يفوق عددها مثلا 50 وهي قليلة جدا على المستوى الوطني، يعني الأفواج المكتظة، فيمكن تفويجها إلى ثلاث أفواج فرعية بحيث لا يتعدى حجم الفوج الواحد 20 تلميذا. وهنا يكون الاختلاف نوعا ما بين المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، بحيث في المدارس الابتدائية نعرف أن معظم المدارس الابتدائية تدرس بنظام الدوام الواحد، ونقصد به الدوام الواحد أن كل فوج تربوي له حجرة دراسية خاصة به،
فالنظام المفضل لدينا هو التبادل بين الأفواج الفرعية يوم بيوم، وهذا يعني رايح يخلي أن نصف أعداد التلاميذ هي التي تخرج يوميا للدراسة، وهذا مهم جدا للامتثال إلى البروتوكول الصحي الوقائي، رغم أن الحجم الساعي الأسبوعي للتلميذ راح يتراوح حوالي 14 ساعة أسبوعيا وبالنسبة للمدارس الابتدائية ذات النظام الدوامين، وهي المدارس التي يشترك فيها فوجين فرعيين في حجرة دراسية واحدة، فهذه المدارس فنظامها الاستثنائي أو المخطط الاستثنائي هو التناوب بفترة صباحية ومسائية وأسبوعيا كذلك، يعني يتبادلوا اللي كانوا في الصباح يصبحوا في المساء إلى غير ذلك. أسبوع بأسبوع، يعني أسبوع من يبتدي هذا الأسبوع في الفترة الصباحية تكون من 8 ل 12 ونص؟ من 8 ل 12 ونص، ثم من الوحدة إلى الواحدة مساء إلى الثانية والنصف. الآن منظومة فقط هناك نقطة يعني مهمة، وهي أن على مديري المؤسسات تكييف هذه المخططات حسب وضعية مؤسسات، وهذا مهم جدا. هل كل المؤسسات التربوية قادرة الآن على الالتزام بقواعد وشروط الحجر الصحي؟ وهذا مهم جدا، قلنا أنهم يتكيفوا حسب أعداد التلاميذ المتواجدين لديهم، أعداد الأفواج التربوية، وكذا الحجرات الدراسية المتوفرة، وحتى الموقع الجغرافي، يعني الخروج مساء والدخول صباحا إلى غير ذلك، فهذه فسحة لمدير المؤسسة حتى يكيف مرونة في تطبيق هذه المخططات الاستثنائية. فقط يجب أن نضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ بحيث أنهم يدرسوا نفس البرنامج ونفس الحجم الساعي، وكذا أننا نبقي على النصاب الساعي بالنسبة للأستاذ. بالنسبة لي ذكرت الموضوع المناهج التربوية، السيد سعيد بن سالم، أذكر المستمعين أنه معنا السيد سعيد بن سالم المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، المدير العام للتعليم لكل الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي. هل سيتم مراجعة المناهج التربوية وتكييفها مع الحجم الزمني؟ وكيف سيتم تدارك الفصل الثالث المبتور من السنة الدراسية 2019-2020؟ هو فعلا وزارة التربية الوطنية لم تنتظر حتى الدخول المدرسي، فقد قامت بإعداد مخططات التعلم السنوية لمرحلتي التعليم المتوسط والابتدائي، والتدرجات السنوية لمرحلة التعليم الثانوي المكيفة والمعدلة وفق الحجم الساعي المتاح للدراسة. وهذه المخططات أدرجنا فيها كذلك التعلمات التي لم تقدم في الفصل الثالث من الموسم الدراسي السابق 2019-2020، وتم إدراج هذه التعلمات بطريقة حيث أنها تقدم في الوقت الذي يحتاج فيه المتعلم إلى هذه التعلمات، أي أنها لا تكون في بداية السنة الدراسية مباشرة، بل في فترات متفرقة من الموسم الدراسي حسب احتياج المتعلم لهذه التعلمات. سيتم تخفيف المنهاج التربوي؟ هو في الحقيقة هذه المخططات ما هي إلا تكييف وتعديل للتعلمات الكلية، بحيث أنها هذه المخططات هي أداة منهجية لتنفيذ البرنامج، وهذه الأداة هناك آليات بيداغوجية لكيفية تناول هذه التعلمات وفي حجم زمني أقل من الحجم الزمني السابق العادي، وذلك بالتقليل من الأنشطة والعمل على الموارد التي تفضي إلى تحقيق الكفاءة المستهدفة للمتعلم.
بالنسبة لشروط ضمان التباعد الصحي داخل المدرسة، كيف يتم ضبط التلاميذ خاصة في الابتدائي المعروفين بكثرة الحركة، خاصة سنة أولى ربما أول مرة يلتحقوا بالمدرسة، هل تم أخذ كل ذلك في الحسبان؟ وبالنسبة للقاعة داخل المدرسة، ما هي المسافة المقررة للتباعد بينهم؟ نعم، هو في يعني البروتوكول الصحي للتمدرس أخذ على عاتقه كل المحطات التي يكون فيها التلميذ من بداية دخوله إلى المؤسسة حتى خروجه في آخر حصة تعليمية، بحيث ضبطنا كيفية الدخول والخروج، ضبطنا أوقات الاستراحة، ما هي الأشياء اللي نقوم بها في أوقات الاستراحة، وكذلك داخل قاعة الدرس بحيث حسب التعليمات والتوجيهات الخاصة باللجنة العلمية ارتأت أن يكون التباعد الجسدي بمتر ونصف، وجلوس التلاميذ يكون تلميذ في كل طاولة، وبالتباعد متر ونصف، ويكون ليس يعني التلميذ وراء التلميذ مباشرة، وإنما في الجهة الأخرى للطاولة، في الجهة الأخرى للطاولة الموالية. وارتأينا أنه في التعليم الابتدائي وخاصة في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد أن يكون لكل تلميذ مكان يجلس فيه خلال عملية التدريس، بحيث يعني الفوج الأول مكان قار للتلميذ. نسعى لأن التلاميذ يجلسوا في أماكن قارة لهم كل مرة، حتى كي يجي الفوج الثاني بدل ما يجلس في مكان زميله يجلس في الجهة الأخرى للطاولة، والتلميذ الموالي في الجهة الأخرى كذلك للطاولة، وهكذا. سيد بن سالم، على من تقع مسؤولية تطبيق الصارم لهذا البروتوكول الصحي؟ لأنه هو هنا هذا الإشكال، من سيحدد طريقة جلوس التلاميذ في الفناء، كيف يتعامل، هل الأساتذة، هل المفتشين التربويين، هل مدراء المدرسة، من المسؤول عن ذلك؟ هو في الحقيقة كلنا مسؤولون. على كل حال، بالنسبة لتطبيق البروتوكول الصحي كان فيه نقطة من النقاط الأساسية اللي ذكرناها لمديري المؤسسات، أنه يجب أولا عقد اجتماع مع الطاقم الإداري والتربوي لتقديم وشرح البروتوكول الصحي وتوزيع المهام على كل العاملين والمستخدمين بالمؤسسة، لأن احنا اللي يهمنا هو صحة التلاميذ والمستخدمين كذلك وسلامتهم، هذه الأولوية الأولى. الأولوية الأولى، وبالتالي فكل الطاقم التربوي والإداري والعمال ملزمون باحترام البروتوكول الصحي وتطبيقه وتوزيع المهام حسب مهام كل وكل فرد في المؤسسة. كذلك طلبنا من مديري المؤسسات عقد جلسات مع أولياء التلاميذ، وهذا الدور كذلك مهم جدا لإعطائهم البروتوكول الصحي وما هي واجباتهم. هي مسؤولية مشتركة بين الأساتذة، الطاقم والشركة. واجباتهم اتجاه أبنائهم، كيفية إيصالهم، عدم التجمع أمام المؤسسات، وهذا اللي لاحظوه نوعا ما مثلا في الابتدائي في الحالات العادية أين يتم إيصال التلاميذ وبقاء ساعة قبل الوقت، وبالتالي فنعطي الفرصة للأولياء حتى يشاركونا في هذه العملية المهمة واللي هي أساسا لصالح هذا التلميذ. فعلا أنه هي مسؤولية ليست فقط مسؤولية وزارة التربية، ولكن مسؤولية جمعية أولياء التلاميذ، الشريك الاجتماعي وكل الأسر. هل المدارس التعليمية الخاصة سيد سعيد بن سالم المدير العام لوزارة التربية الوطنية معنية بذات التدابير والإجراءات التي تسري على المؤسسات التربوية العمومية؟ فعلا المدارس الخاصة تتخذ فيها نفس التدابير التي تتخذ في المدارس العمومية، ويجب أن نعرف أن المدارس الخاصة تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي فكل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية وحتى البيداغوجية يجب أن تطبق
كما هي بالنسبه للمدارس العموميه. وحنا في اخر المناشير التي ارسلت الى الميدان وهي قبل امس ارسلت الى الميدان وحوالي 9 مناشير ارسلت كذلك الى جميع مؤسسات التربيه والتعليم الخاصه لاخذ الحيطه والتحضير الجيد للدخول المدرسي، رغم ان كثير من المؤسسات الخاصه لا يوجد فيها اكتظاظ مقارنه بالمؤسسات العموميه. كيف ستسهرون على متابعه تطبيق البروتوكول الصحي؟ هناك لجان تفتيش، من كيف سيتم؟ نعم، وهذه المره يعني توجد متابعه دقيقه للدخول المدرسي، هناك لجنة على أو خلية للمتابعة على المستوى المركزي، وهناك متابعة دقيقة من طرف المفتشين. ولأول مرة وزارة التربية الوطنية فتحت حسابات خاصة بكل مفتشي الأطوار الثلاث، ووزعت عليهم المؤسسات التربوية لمتابعتها في كل صغيرة وكبيرة، وإرسال التقارير إلى من حسابهم إلى وزارة التربية الوطنية، وتكون المتابعة آنية، ليس فقط تطبيق البروتوكول الصحي فقط، وإنما التأطير البيداغوجي، توفر المقاعد البيداغوجية، المشاكل الأخرى الخاصة بتوزيع المواقيت الرسمية إلى غير ذلك. هل حددتم بدقة الاحتياجات الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة؟ التأطير البيداغوجي جاهز حتى تحقيق هذه الاهداف المتصدره؟ نعم، هو عاده ان الاحتياجات وزاره التربيه الوطنيه يعني لا تنتظر يعني الدخول المدرسي، فنبدا نحضر للدخول المدرسي ابتداء من جانفي، وبالتالي فتكون هناك عده لقاءات مع مديريات التربيه، ونضبط الوضعيه الاولى في مارس، ثم الوضعية الثانية وهي نضبطها في جويليا لكل الاحتياجات، وما هي الاحتياجات بدقة في كل مادة وفي كل وحتى في التأطير الإداري، التأطير التربوي في كل مادة، وتكون هذه الاحتياجات مضبوطة، ونسعى لأن يكون لكل تلميذ أستاذ. بالنسبة للأقسام الخاصة سيد سعيد مسالم، مع جائحة كورونا هم فئة خاصة المرضى الذين يعانون ربما من بعض التأخر. بالعادة هناك بروتوكول تعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التنمية الوطني، هل ستبقون على المدارس الخاصة أم سيتم ربما بعض الأحيان قد يضطر مدير التربية لأخذ تلك الأقسام الخاصة بخاصة مع نظام التفويش؟ نعم، هو هذا العمل المشترك مع وزارة التضامن يبقى متواصل، ونسعى لان نطبق نفس العمل، رغم انه العدد تاعهم يعني قليل مقارنه، يعني ما يحتاج الى تفويج، ولكن ناخذ نفس الاجراءات والتدابير والاحترازات الوقائيه لابنائنا المحتاجين، هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصه، انه سواء كانوا في اقسام خاصه في مؤسساتنا، وحتى وزارة التضامن راح تاخذ يعني في الاقسام اللي موجوده عندها يعني في المراكز الخاصه بها نفس الاجراءات ونفس البروتوكولات للتدريس، وبالتالي فالبروتوكول الصحي للتدريس هو يطبق على الجميع، وربما هذه الفئه تحتاج الى مرافقه اكبر واحسن، مكفول ومضمون، حقها مكفول والعنايه بها كذلك مكفول من طرف وزاره التربيه الوطنيه. بالنسبه للنقل المدرسي والاطعام، ما هي الاجراءات المتخذه سيد بن سالم؟ فعلا حتى احنا في يعني نمنه من هذا الجانب لانه مهم في تحضير الدخول المدرسي، حتى في البروتوكول الصحي يعني نضيف انه في البروتوكول الصحي خليناه بعين الاعتبار، وقلنا ما هي الاجراءات والتدابير اللي لازم يلتزم ويمتثل اليها التلاميذ في النقل وفي المطعم المدرسي. وتعرفوا باللي الدولة لم تدخر أي جهد في توفير
النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، ووزارة التربية الوطنية راح تتابع بدقة هذين الملفين من خلال المفتشين المتواجدين في الميدان، وأكدت على هذين الملفين، لأن السلطات يعني الدولة أخذت على عاتقها أنها توفر النقل لكل التلاميذ وكذلك المطاعم المدرسية وتقديم الوجبات إلى التلاميذ. سيتم توفير الإطعام المدرسي سيكون رغم الجائحة؟ رغم الجائحة، فإذا اضطرينا أننا يكون الإطعام المدرسي يجب أن يكون الإطعام المدرسي وكذلك النقل المدرسي، ولكن دائما باحترام التدابير الصحية المذكورة في البروتوكول الصحي. سيدي الكريم سيد سعد بن سالم، بالنسبه للموسم الدراسي المقبل بالنسبه لطلبه السنه الاولى ثانوي تحديدا سيكون استثنائي ربما بالنظر للعدد المرتفع للناجحين ويتخوف مهنيو القطاع من الاكتظاظ، ما هي الاجراءات التي تخطموها لضمان تدريس امن للتلاميذ وصحي بالنسبه لجميع المستخدمي الصحه المستخدمي التعليم؟ نعم، هو بالنسبه يعني راح تقريبا تكون هذا التفويج هذا هو فرصة لنا لأن نبعد شبحة الاكتظاظ، لأن في التعليم الثانوي كما تعرفوا يعني راح يكون التناوب بفترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. المؤسسة راح تقسم إلى مجموعة أفواج فرعية، وكأنه مؤسسة تعمل بمؤسستين، مؤسسة تعمل صباحا اللي هي مجموعة من الأفواج الفرعية، ومؤسسة تعمل مساء بمجموعة أخرى من الأفواج الفرعية، وبالتالي فرايح نوعا ما هذا النظام يقلص من حجم الاكتظاظ اللي ممكن يكون نظرا للعدد الكبير من التلاميذ الناجحين للتعليم من التعليم من السنة الرابعة متوسط إلى السنة الأولى ثانوي. و وزارة التربية الوطنية على أتم الاستعداد للتكفل بكل متمدرسين من حيث التأطير ومن حيث المقعد البيداغوجي. بالنسبة لضرورة اقتناء ارتداء الأقنعة في الطور الثانوي، كيف سيتم ضمان توفير هذه الأقنعة؟ مسؤولية الأولياء، جماعات المحلية أم قطاع التربية؟ هو في الحقيقة الدولة طلبت من الجماعات المحلية ومن الولايات خاصة يعني توفير كل الإمكانيات المادية لتطبيق البروتوكول. عندما نقول الإمكانيات المادية من الجال، الكمامات إلى غير ذلك، كل ما يساهم في تطبيق البروتوكول الصحي. وهذا لا يعني أن الجمعيات يعني نعفيها من المشاركة في هذا الأمر وفي هذا المجتمع المدني، الجماعات المحلية بمختلف المجالس الولائية البلدية، الأولياء كذلك، جمعيات أولياء التلاميذ، بعض المنظمات النقابية كذلك تريد أن تشارك في هذا الأمر. وبالتالي يعني كلنا راح نشاركوا كما شاركنا في إنجاح الامتحانات، ولاحظنا أن التوفر كان كافي جدا للإجراءات، يعني الكميات أو الجانب المادي كان تحدي وكانت وفرة كبيرة للكمامات وكذلك الجال، يعني أكبر من الاحتياج تاع كل ولاية. يسأل أحد المستمعين سيد عبد السلام بكوش الآن على المباشر عن توفير الكتب المدرسية. فعلا هي الكتب المدرسية الآن راهي في المؤسسة التربوية، ورانا رايحين نتابعوها يعني وصولها إلى المؤسسات، وفيه بعض المؤسسات حتى اللي باشرت عملية تسليمها إلى التلاميذ، لأن التسجيلات راهي متواصلة. وبالتالي الكتب المدرسية يعني عادة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية هو الذي يقوم بإيصالها إلى المؤسسات التربوية، رغم أن في بعض المناطق النائية يعني يكون هناك اختلالات خاصة في المدارس الابتدائية اللي ما عندهاش الإمكانيات، وبالتالي تكفل المتوسطات التابعة لها هذه المدارس بالعمل هذا. وكثير من المدارس راهي موجودة فيها الكتب المدرسية، والعملية راهي
بدات في عمليه توزيع ومتوفره، وكل الكتب ستسلم للتلاميذ قبل الدخول المدرسي، فما علي على الاولياء الا التوجه الى مؤسستهم اثناء التسجيل يطلبوا كذلك الكتب المدرسيه. هناك مناهج جديده ستدخل ام نفس المنهج القديم؟ هو نفس المناهج والبرامج المطبقه، وكان بامكاننا يعني كان يعني طرحنا مبادره لمشروع يعني اصلاح تربوي كبير طرحناه كمسوده مع النقابات، ولكن الظروف التي الاستثنائيه اللي وقعنا فيها فاجلت نوعا ما هذا العمل المهم والهام في اصلاح منظومتنا التربويه. بكل تاكيد هو حجر الزاويه في اصلاح منظومه التربويه. سيد مدير العام للتربيه بوزاره التربيه الوطنيه سيد سعيد بن سالم، نشكرك على كل هذه التوضيحات. الدخول المدرسي ضروره، والتقيد والحفاظ على المكاسب المحققه في الجانب الصحي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه مشتركه. اترك لك كلمه اخيره. وفعلا يعني استمراريه الدراسه ضروره حتميه. نعم. والعمل الحضوري مع التلاميذ له اهميه كبيره في تمدرسهم، وبالتالي فوزاره التربيه الوطنيه قررت ان يكون هناك عمل حضوري رغم هذه الجائحه، ورغم الظروف، ورغم ما يعانيه باقي الدول من مشاكل اكثر منا، ودعمت هذا بمبادره اخرى وهي التعلم عن بعد بقناة المعرفة، بدروس على اليوتيوب، وستعطي مبادرة أخرى للأساتذة للتواصل مع تلامذتهم عن طريق خلق حسابات للتلاميذ والتواصل معهم بالتطبيقات المختلفة للتواصل كالزوم وكلاس روم إلى غير ذلك، حتى ندعم التعلمات الحضورية التي تقدم للتلاميذ. شكرا جزيلا لك سيد سعيد بن سالم مدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق وحظ موفق أيضا للتلاميذ في الدخول المدرسي المقبل. شكرا، ودخول موفق إن شاء الله، ونجاح كذلك مرتقب لتلامذتنا في شهادة البكالوريا، وشكرا. شكرا جزيلا.